اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في Sequence Processing with Recurrent Networks أو بالأحرى ال RNN Recurrent Neural Network. طبعاً Sequence مهم جداً، إحنا عندنا في التكست أو في اللانجويج، في اللانجويج بروسيسنج، لأنه سياق مهم جداً زي ما شفنا في المحاضرات السابقة في أكثر من موضع، أنه السياق كتير مهم في الموضوع. فالآن إحنا بدنا كيف انه احنا ما ممكن انه احنا يعني نستخدم النيورال نتورك بحيث انه هي تعالج السيكونس. يعني على سبيل المثال ممكن انا يكون في عندي هنا فيد فورورد نيورال نتورك. احنا يعني للتذكير، احنا المحاضرة الماضية حكينا انه انا في عندي فيد فورورد نيورال نتورك، او ممكن اسميها مالتي لاير بيرسبترون، او ممكن اسميها اف سي فولي كونكتد، تمام. وهي الار ان ان ريكيرنت نيورال نتورك. بدنا نفهم مفهوم الريكيرنسي. الان الكلاسيكال، ان صح التعبير، الكلاسيكال نيورال نتوركس هذه كيف ممكن نحن نرتبها بحيث انه هي تعالج السيكونس؟ ببساطة الموضوع بيصير وكأنه أنا بعيد ترتيب الكلمات بهذا الشكل، فبالتالي أنا في عندي W T minus 3 W T minus 2 W T minus 1، والمطلوب إنه إحنا نعمل prediction للT. فبالتالي أنا بأخذ the previous context لغاية 3 grams، تمام، عشان اعمل بريدكشن للواي. طبعا الواي هنا انا عندي من واي واحد لغايه واي في، والفي هنا شو بتعني؟ الفوكابلري بالضبط. فانا عندي الاوتبوت، كل الكلمات اللي انا موجوده عندي في الفوكابلري انا بدي اعملها بريدكشن. صار اكتيفيشن انا عندي لواي 42 واللي هي كورسبوند تو هاي الكلمه ليفت، تمام. فممكن ادخل الامبيدنج في الموضوع، بيساعد انه بحيث انه يصير في انا عندي يعني انه الكلمات اللي ريليتد مع بعض انه تكون بيصير لها مابينج في وان دايمنشن في السبيس تبعي في الامبيدنج لاير، تمام. فهذه الكلاسيكال نيورال نتورك. طيب كيف؟ هناك انه انت بتعتمد على الكاونت، لكن هنا بصير انت في عندك تريننج وبتعمل ادجستمنت للويت بحيث انه انت تعمل اكتيفيشن، انه لما يكون انت عندك الانبوت بهذا الشكل انه اي وورد من الوردز هذول من واحد لغايه الورد في. مر عليك مفهوم النيورال نتورك قبل هيك؟ طيب النيورال نتورك كيف بيتعلم؟ كيف؟ ما هو يعني هذه النتورك بتتعلم بنفس الكيفية اللي بتتعلم فيها الكلاسيكال نيورال نتورك، انه انت بتعمل برزنتيشن للانبوت زي هيك، تمام. فبالتالي انه بيصير انه ترتيب الكلمات مش احنا عنا الاكس والواي، الاكس كتبتها كابيتال والواي سمول في النيورال نتورك. الاكس هو عبارة عن فيتشر فيكتور، بمعنى اخر انه هي عبارة عن اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة الى اخره and so on لغاية الاكس ان، والاوتبوت انا عندي واي بهذا الشكل. فهذه الاكس الكابيتال هي عبارة عن فيتشر فيكتور مكون بهذا الشكل. فهجيت للتريننج، انت بتعمل برزنتيشن للانبوت هذا بهذا الشكل، تمام. كلكم بتعرفوا الايرس،
الايريس داتا سيت عارفها تبعت الازهار ايش فيها؟ اربع فيتشرز بس اللي هي طول 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 السبلة وعرض السبلة وطول البتلة وعرض البتلة تبعت الزهرة عشان تتصنف نوع زهرة الايريس فيها ثلاث انواع تمام. فهدول الفيتشرز انت بتدخلهم كانبوت وبتقوله لما يكون الانبوت انت عندك زي هيك الاوتبوت بكون هذا النوع من الزهرة. فهو بروح بحسب الايرور زي ما حكينا في النيورال نتورك المحاضرة الماضية مش احنا حكينا ان هو بحسب اللوس ايش بحتاج انه عشان اعمل تريننج بحتاج اللوس فانكشن ان احسب الايرور. الايرور الويتس راح تكون انه انيشيالي راندوم فبالتالي حيطلع لك اوتبوت جاربج يعني اكيد في ايرور. كيف بدك تحسب الايرور؟ بتروح تحسب الحاصل الفرق تمام. في اكثر من طريقه بتحسب الايرور يعني عشان هيك احنا بنحتاج لوس فانكشن تمام. والايرور هذا بتروح بتعمل له باك بروبجيت وهذا الاشي اعتقد انه هنا هذه الفورورد باس عشان انت تحسب الاوتبوت تحسب الايرور والايرور هذا بتروح بتعمل له باك بروبجيت بالباكورد باس. هاي الشغله كتير اساسيه في النيورال نتورك انه انت تعرفها حتى في الديب نتورك مستخدم هذا الاسلوب زي ما حنشوف اليوم تمام. فهذه هي كيفيه التريننج. هل جيت انت استبدل لي الفيتشرز تبعت الايريس اللي هي طول السبله وعرض السبله الارقام بكلمات فبالتالي انت بده يكون انت عندك ترتيب الكلمات انه ترتيب الفيتشرز انه زي هيك W1 W2 W3 as a sequence يعني بطبيعة الحال والاوتبوت هو عبارة عن WY الوورد اللي انت بدك تعملها prediction. فبتروح انت بترتبهم كtraining example زي هيك بكونوا مرتبين بتمرر على neural network كل مره كل اكزامبل انت بتعمل له برزنتيشن بروح بحسب الاوتبوت اكيد راح يكون ايرور بتعمل له باك بروبجيت عشان يعمل ادجستمنت للويت. بعد الاف الايتريشن او مئات الايتريشن انت بتصل لويت انه بيكون فيها الايرور اقل ما يمكن فخلاص انه ستوب انه بتعمل لك بريدكشن بشكل صحيح. نعم فور جرام صحيح مظبوط ترى فور نعم هاي انت بتحكي على هاي هذه فور جرام مش تري جرام تمام. فبالتالي انت ترتيب الكلمات انه زي هيك انت بتعملها بريزنتيشن عندك هنا الوردز هدول انت كيف حتدخلهم؟ هل حتدخل الوردز زي ما هي؟ هل حتدخل تي اتش اي جراوند وذير؟ ممكن تعطيهم انديسيز تمام. فبالتالي انت بتروح بتبني انه كل كلمه بتروح بتديها اندكس. فهاي رحت رمزتها انه هي وورد 35 وهاي وورد 9925 وهاي كيف بالضبط. فبالتالي انت بتعمل البرزنتيشن لانديسيز لما يكون الاندكس هالقد بيطلع لك الاندكس 42 اللي هي الكلمه الوورد 42 اللي هي ليفت. اوكي معنى ذلك انه انت النيورال نتوركس ما بتحبش التكست بالمره بتقدرش تتعامل معه بتحب انه هي تتعامل مع ارقام. فبالتالي يعني هذا انه بري بروسيسنج في البدايه انه انت بتروح تدي كل كلمه اندكس وبتعمل برزنتيشن للانديسيز تمام والاوتبوت راح يكون برضو عباره عن اندكس. بعد ما تعمل بريدكشن تعمل ديكود بتحول انه من وورد 42 ايش اللي بيقابلها ليفت تمام. طبعا هذا الكلام راح يكون عباره عن ديكشنري بسيط جدا.
فانت عندك تكست تساوي Hello, my name is Ahmed and I love NLP. مين أحمد؟ ما فيش عنا حدا اسمه أحمد. في أحمد بتحب الـ NLP؟ إذا بتحب أحط لك negation هنا I don't love. تمام؟ ممكن يغير رأي، وارد جدا. طيب هجيت أعرف ديكشنري فاضي بهذا الشكل وبروح بلف على كل كلمة في التكست طبعا الصيغة انه انا عندي الوورد والاندكس اجيت اذا كانت الوورد موجودة في الوورد اندكس بعمل يعني بعملش ولا حاجة باس او كونتينيو طبعا إلس بروح بعمل انه الوورد اندكس تساوي الاي وهنا بروح بزود الاي plus equal 1 شوف لي الوورد اندكس هنا كيف شكله فبالتالي هلو اخذت 0 ماي اخذت 1 نيم اخذت 2 از كل واحد اخذت اندكس تمام ممكن انه احنا ما احنا انا هيني بدي اكرر لك تمام كيف؟ طبعا بطبيعة الحال لأنه الـ NLP is cool فبالتالي عندي تكرار في is والـ NLP فهاي برجع أشغلها تمام؟ فبالتالي إنه NLP موجودة مرة واحدة وماخدة index 8 تمام وإز موجودة مرة واحدة وأخذت إندكس 8 بس لنضاف أنا عندي الكولن الكوما والكول بهذا الشكل فبالتالي إتس ماتر أوف يعني إنه بسيطة جدا هاي إنه يعني الشغلات إنه بسيطة جدا وأنا زي ما وعدتكم إنه المحاضرة الجاية إن شاء الله حتكون كلها عملي حنشتغل بهاي الكيفية إنه إحنا كيف نحضر تكست وإنه نشتغل تكست كلاسيفيكيشن باستخدام الديب نتوركس ونعمل ماشين ترانسليشن ونعمل كمان تكست جينيريشن حنعمل لانجويج موديل حنعمل ثلاث شغلات فعشان ما انا ما انساش انه ممكن نحن نلخص هذا الموضوع هنا انه السيشن تبعتنا المره الجايه احنا ايش بدنا نسوي بدنا نعمل حنحدد حنحكي في موعدها بس انا بدي اسجل النقاط عشان ما انساش انه او انه تكست كلاسيفيكيشن يوزنج دي ان ان دي نيورال نتورك تحديدا تنسر فلو كذلك حنعمل
ايش ممكن نعمل كمان؟ انه text generation using DNN، او بالاحرى هذا عبارة عن neural neural language model. احنا اخذنا language model probabilistic language model، احنا هناخد neural language model ونستخدمه في text generation، وممكن نستخدمه في تأليف القصص زي ما عملنا في language model العادي. وممكن ناخد ال word embedding، كيف انت ممكن تعمله بالتنسر فلو. وممكن ناخد كمان اللي هو المشين، نعم حدي لك الوصفات هذه كلها، بحيث انه انه فعليا انه العلم اللي انت اخذته هذا تقدر انه انت تطبقه فعليا لو انت بدك تشتغل فيه ريسيرش او بدك تشتغل فيه بزنس. تمام، وانا شايف عينيك لمعت هيك، يعني انه انت ممكن انه انت تستفيد منه وتستخدمه يعني. كيف كيف هنحكي في الموعد اخر المحاضرة ان شاء الله. بدك اياها بكرة؟ ولا هذا برضو بيعتمد على العلامات؟ ولا هذا برضو بيعتمد على العلامات؟ يعني هذا يعني هذا إطراء، يعني أنت خجلتني على الآخر يعني. طيب تمام يا شباب، الأمور واضحة؟ في شيء مش مفهوم؟ يعني أنا شاكك إنه أنتوا عندكم أعراض آخر الفصل، تمام؟ إنه عندكم إحباط، عندكم فرستريشن، وعندكم يعني إنه هيك يعني مش مركز معايا، بس الأمور تمام هنا. هذه الأمور تكنيكالي إنه واضحة، هذه مجرد إنه نيورال نتورك عادية. الانبوت عبارة عن انديسيز للوردز، والاوتبوت عبارة عن انديسيز، وهذه فيد فورورد نيورال نتورك مستخدمة انه انت يعني انه ممكن تستخدمها لشو اسمه. انا بدي ارجع للمكان اللي انا كنت فيه اللي هو السيكونس بالضبط. فهذه عبارة عن feed forward in neural network، إنه هذا الأوتبوت إنه زي هيك. تمام، ممكن ناخده كمان من ضمن الانبوت ونعمل shift بهذا الشكل، ونعمل prediction للnext word، نعمل shift prediction للnext word and so on. تمام، طيب حقيت هاي الإشكالية، إيش الموجودة، إيش الإشكالية الموجودة هنا؟ إنه أنا فعليا يعني احنا ليش بنوجع راسنا وبنعمل نتورك يعني اكثر تعقيدا؟ يعني احنا غاويين وجع راس ولا ايش المشكله بالضبط؟ فعشان هيك لازم تعرف ايش الاشكاليه اللي موجوده هنا، عشان انه نعرف يعني شو السبب انه خلانا نروح باتجاه السيمبل او الريكورنت نيورال نتورك. طبعا اول ما ظهرت الريكرنت نيورال نتورك سنه 90، الشخص اللي وضعها هو إلمان. تمام، الفكره تبعتها انه انت عندك بدل ما يكون في انت عندك فيد فورورد، احنا اتفقنا انه هذه المصطلحات خلاص، يعني افترض انت عندك زي السلام عليكم، لما اقول لك اكس واي خلاص انت بتعرف انه الاكس هو الانبوت والواي الاول اوتبوت، ولما احط لك الاكس كابيتال معنى ذلك انه انت عندك فيتشر فيكتور، وانت عندك الاتش هنا ترمز للهيدن لايرز. تمام، الهيدن لايرز هذه بنروح بنعمل فيها ريكرنسي. تمام، معنى ذلك انه الاوتبوت تبعها
بطلعه وبرجع بدخله input كمان مرة هنا. لاحظ انت عندك في النيورون ايش الانبوت انا عندي عادة؟ بالضبط اللي هو هذا بالضبط. ممكن هنا يعني يكون في عندي اكس تاني برضو بيجي انبوت هنا في الهيدن لاير هذا، فبالتالي انه بياخد حاصل الضرب وبيجمعهم مرة تانية وبيدخلهم على activation function. ايش بدك تضيف عليه؟ بدك تضيف عليه انه الاوتبوت هذا بدك ترجع تدخله كمان مرة كانبوت هنا. تمام؟ هذه ايش بتمثل انت عندك؟ بتمثل انت عندك إيه هذا الكلام، بدك انه هي بدي اعمل لك له هايلايت لانه هذا هي حتلاقيه على الجيت هاب، فبالتالي انه الهايلايت التكست انه انت ممكن ترجع له يعني للامتحان، يعني انه انت تحدد ايش الشغلات اللي احنا حكينا عنها بالضبط هنا. تمام؟ طيب كيف؟ لا لا أنا كنت بدي أحكي في إشكالية إنه إحنا ليش إنه الفيد فورورد هذه فيها إشكالية. نعم طيب هجيت الإشكالية إنه أنا عندي إنه عادة إنه ال neural network العادية أو الكلاسيكال neural network أو الـ FC أو الفيد فورورد neural network في عندها صعوبة في التعامل مع السيكونس لما يكون طويل. تمام؟ وفي عندها الصعوبة إنه هي تعمل capture للـ important temporal aspect of language. ايش هو temporal aspect of language؟ في مثال هنا حورجي لك اياه. تمام؟ يبقى هذه هي الصعوبة، عشان هيك احنا بدنا نتجه باتجاه انه احنا نستخدم recurrent neural network. كيف؟ السيكونس تبع الكلمات. كيف؟ نعم. يعني خليني أقفز لك هنا شوية عشان إنه توضح الأمور. أنت عندك المثال وين موجود؟ المثال هذا، شايف الخط واضح؟ The flights, the airline was canceling were full. شو معنات الجملة أول؟ تركيبها شو ماله؟ كيف في مشكلة يا راجل؟ يا راجل رحلات الطيران اللي تكنسلت ولا اللي كنسلتها؟ اللي كنسلتها شركة الطيران. تمام؟ يبقى the flights الرحلات the airline was canceling اللي شركة الطيران عملت لها إلغاء وير فول، فبالتالي الوير
لا ممكن انت بتعمل انه كونكتنج هيك بشكل مباشر، بس هنا المقصود انه يكون المثال زي هيك يعني، حتى انتم يعني احنا ك نون نيتيف سبيكرز واجهنا صعوبه وصرت تقول انه فيها مشكله بالاول لاول وهله صح تمام، فبالتالي الوير هاي بترجع للفلايتس، هاي المقصود في اللونج سيكونس. مين اللي سال على السيكونس؟ تمام، فهي المقصود انه انت تقدر تعمل انه كونكت انه هاي مفروض انه تكون انه كورسبوند لهاي، فبالتالي لو حطيتها واز في البريدكشن وانت كانت عندك الويندو انت بتاخدها ثلاثة زي ما احنا كنا بناخدها سابقا ومش متذكر انه انت عندك في عندك في السيكونس انه عندك هذه الفلايتس وهدول الاثنين كونكتد مع بعض، حتفشل انه انت يعني تقدر تعمل البريدكشن لهاي الشغلة تمام. فعشان هيك احنا لازم يكون في عنا بعض القدرة على الميموري. فخلينا نرجع هنا على السيمبل ريكورنت نيورال نتورك. خلي بالك انه انا لما احكي لك هنا AI ايش يعني AI؟ ذكاء اصطناعي. شو يعني ذكاء اصطناعي؟ طب شو هو الذكاء اصلا؟ ايش الاي؟ ماشي انتليجنس، بس شو يعني، شو يعني انه انت ذكي؟ انه انت عندك القدرة انه انت تتذكر والقدرة انه انت تتعلم. كيف؟ وايش؟ ما هو هذا بيجي برضو تحت الليرنينج، انه الليرنينج انه انت يعني انت لازم تتعلم انه تعمل ادابتيشن، لازم تتعلم انه انت تتعرف على الاشياء، لازم تعرف تصنف الاشياء، لازم تتعلم انه انت تاخذ قرارات. هدول ملخصهم انه ليرن ميمورايز. ليرنينج ممكن انت تعتبرها انه هي عباره عن الفيد فورورد نيورال نتورك او الفولي كونكتد تمام. اما الميمورايز هذه لا، ما في الاركيتكتشر هذه ما بنفعش انه انت تعمل بريزيرف لانفورميشن، وهذه الانفورميشن تكون تيمبورال. عارف ايش يعني تيمبورال انفورميشن؟ ايش يعني؟ معلومات مؤقتة. يعني انا بكلمك تمام؟ قديش بالله رقم قصي؟ رقم قصي 2 3 7 8. ماشي شكرا جزيلا. تك 2 3 7 8. آية قصي كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كيف الان البي معك؟ بعد ما خلصت المكالمة الرقم بتبخر تيمبورال، المعلومة هذه بتتبخر تمام. فبالتالي انت بتحفظها انه في سياق معين، في سياق انه انا طلبت منك الرقم وانه انا حفظته في مخي لفترة يعني وجيزة بحيث انه انا ارجع اطلبه تاني، وبعد هيك بعد ما انا حكيت خلاص المعلومة هذه انت no longer needed تمام. هكذا هذا الاشي موجود عند البشر، بس بدك تخليها موجود عند المشين. بدك architecture في neural network بحيث انه انت تقدر تعمل preserve للانفورميشن بشكل تيمبورال بشكل مؤقت تمام. كيف شايفين الامور، صعبه ولا سهله؟ حتى الان سهله تمام. هذه الاركيتكتشر تبعت السمبل ريكورنت نيورال نتورك او الالمان تمام. فبالتالي الهيدن لايرز، الهيدن لاير هذا انه ناخذ الاكتيفيشن تبعه وبنرجع بندخله مره ثانيه، فبالتالي بده يعيد يحسب الاكتيفيشن كمان مرة وهكذا بهذا الشكل تمام. بمعنى آخر انه الاكتيفيشن فاليو تبعت الهيدن لايرز بتعتمد على شغلتين. ايش هي؟ الكرنت انبوت بالاضافة للاكتيفيشن فاليو اوف ذا لاير فروم ذا بريفيوس ستيب. كيف فورورد؟ مش
خلينا نقول انه الهيدن ستيت السابقه، تمام، مش النتيجه، لانه النتيجه انت انا عندي الواي بالضبط، فبالتالي انه الهيدن ستيت السابقه تبعت الستيب السابقه تبعت التايم تي ماينس واحد او الاي ماينس واحد، انه الستيب السابقه، تمام. فبالتالي هاي الجمله بدك تخلي بالك منها، انه الهيدن لاير from the previous step provide a form of memory. وانت الان صرت مدرك شو يعني memory وايش اهميتها في الاي اي، تمام، وهذا اللي بدي اعلم لك اياها زي هيك، تمام. فالميموري هذه شو بتمثل؟ احنا عندنا في اللانجويج الكونتكست، السياق. يعني انت لما تيجي تقول انه تسأل جوجل او انه انت بتحكي conversation مع حدا، تيجي تقول له انه والله بدي اقرب مطعم بيتزا، بروح بيقول لك انه موجود في المكان الفلاني، وتيجي تقول انه قديش بيبعد من هنا، على ايش قصدك؟ فبالتالي انت حافظ السياق، انه انت بتقول انه قديش بيبعد من هنا، انت عامل كونكت مع السياق انه تقصد المطعم بهذا الشكل، فلازم ان يكون في عندك تيمبورال ميموري انه انت قصدك على كذا زي هيك. او لما اجي احكي مع المصري اقول كيف حالك، ايش اخبارك، كيف قصي معك، والله قصي بغلبني كتير، طب قديش رقمه؟ فرقمه انه انت بدك انه السياق انه لا قصي، تمام. ما هو انا بدي اياه تيمبورال بشكل مؤقت، ليش؟ لانه انا ممكن اغير السبجكت وبصير احكي على شغله تانية، او احكي على مطعم تاني، او احكي على ماده تانية، فبالتالي انه خلاص المعلومات هذه بعملها بريزيرف بشكل مؤقت، بستخدمها في السياق، وبعد هيك يفترض انه تتبخر، تمام. في عندك شغلات انت بدك تحفظها على اللونج تيرم، وشغلات انه عشان هيك احنا هناخد الالاستيام لونج شورت تيرم ميموري، انه شغلات بدك تحفظها على المدى البعيد، وشغلات بدك تحفظها على المدى القصير، اللي على المدى القصير تيمبورال ويفترض انه تتبخر عشان تحفظ اشي بدالها، اما على المدى البعيد انه بدك تحفظ فيها لمدة اطول، تمام. طيب لانه انا عندي في النوت بوك هنا انه انا في عندي خيار انه مثلا هذا النوت بوك، انه انا في عندي هنا فايل سيف نوت بوك، فبالتالي انه بيحفظه وبيحفظ النتائج. هذه ميزه النوت بوك عن انه الكود العادي في البي شارب زي الكاجل. بالضبط، في سيل فوق بتعتمد عليها لازم تشغلها. نعم، تمام. طيب هذه كيف بدنا يعني كيف كنا نعمل حساباتها؟ بدي اياك تتخيلها ببساطه، كيف انه هي عباره عن فيد فورورد نيورال نتورك عاديه وشكلها زي هيك، يبقى انت عندك الاكس والاتش، والاتش مش فيها كونكشن، يعني انه ريكرنت كونكشن، هي عباره عن اتش ماينس واحد، فبالتالي انت ممكن تعتبر انه هي عباره عن فيد فورورد نتورك عاديه تحتوي على تو انبوت، الاتش تي ماينس واحد اللي هو الهيدن ستيت السابقه والاكس، تمام، والهيدن ستيت الحاليه. هذه الرسمه مطابقه لهاي تماما، بس انت فرفطتها لنيورال نتورك عادية فيد فورورد، فبالتالي صارت ريكرنت. وهدول الرموز بدك تتعود عليهم. ايش هما؟ الدبليو، احنا متعودين على الدبليو سابقا، مش احنا بنقول انه الدبليو للاكس
وكذلك للهيدن النيورونز انه انا في عندي يعني دبليو، انا في عندي ويت للهيدن ستيت، وفي عندي يو للويتس للهيدن ستيت السابقه، والفي اللي هي للاوتبوت بهذا الشكل. تمام. فبالتالي كيف الحسابات بدها تصير؟ الحسابات انه انت عندك مش هادي بتاخد المدخلات تبعتها عشان انه انت تطلع لي الاوتبوت الاكتيفيشن، فالجي الاكتيفيشن هو عبارة عن اليو حاصل ضرب الويت في الانبوت، ويت في انبوت، معادلة بسيطة ما تتعقدش منها. فبالتالي اليو اتش تي ماينس واحد، يو اتش تي ماينس واحد، وهنا الويت في الانبوت اللي هو الدبليو في الاكس تي. تمام. والواي كنا نحسب الاوتبوت تبعها بالضبط. انت عندك الويت هذه عبارة عن ويت ماتريكس V في الانبوت اللي هو HT، الواي بيدخلها انبوت من وين؟ من HT بالضبط بهذا الشكل. طبعا السوفت ماكس هذه انه يعني انه بعمل نورماليز للبروبابيليتي عشان يجيب الهايست كلاس. تمام. طيب مدام انه احنا فرفطناها زي هيك نيجي للترينينج، كيف بدك تعملها ترينينج؟ ممكن نستخدم باك بروباجيشن؟ كيف؟ بعد ما فرفطناها هيك ممكن نستخدم باك بروباجيشن؟ why not؟ كيف؟ الباك بروباجيشن ايش الفكرة تبعته؟ انه انت في عندك two passes، forward pass احسب ايرور، اعمل لي باك بروباجيت للايرور بالضبط. انت هنا طلع عندي ايرور، بروح بقول للفي عد الويت تبعتك عشان تطلع لي الاوتبوت هذا. هلقيت الفي بتقول عشان يطلع معايا انه الاوتبوت زي هيك يفترض انه دبليو واليو برضه هذول يعدلوا الويت، لانه هم برضه بيجيبوا لي، يعني هو عباره عن حاصل الدبليو في الاتش تي واليو في الاتش تي، فهذول برضه لازم يعدلوا حالهم عشان انا اعدل حالي. فبالتالي هذا بيعمل باك بروباجيت لهذا، وهذا بيعمل باك بروباجيت للدبليو واليو، فبالتالي انه هيك بصير ادجستمنت للويت. مش حيصير يعني انه ايميديت، لا، اتريشن 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 اتريشن، بياخذ وقت لما يتعلم لغايه انه انت لما تعمل ادجستمنت للويت بحيث انه يبطل في عندك ايرور بالضبط. فبالتالي لما يعني شايف ميزه انه احنا فرفطناها زي هيك، انه انت صرت ايش بتسوي؟ تستخدم الباك بروباجيشن العادي. تمام. تمام. فبالتالي للتريننج ببساطه لما فرفطناها صارت فيد فورورد، راح نستخدم اللوس فانكشن، ونفس الاشي يعني طريقه حساب الجريدينت في الريكرنت نتورك هذه. فبالتالي الامور محلوله صح. في مشكله؟ نعم. الان درجه وزع ايرور على الويتس، فبعد الويتس كمان نعم. فعليا الانبوتس اللي جاية على النيورونز كل ما يعطيه هي، وبعد الويتس على الكونكشنز مظبوط؟ لا. مش نفس القيامة اللي دخل على الموجودة في النيورونز وبعد الويتس بعد الكونكشنز؟ احنا اشتغلنا على الايريس داتا سيت قبل هيك. في شبكه؟
خليني أشبك على الشبكة هذه أول إذا زبطت الأمور. ممكن تفتح الباب كيف؟ زميلكم بيسأل يا شباب إنه أنا عندي إنه هاي أول إنستانس أنا عندي في الترينينج تمام طلع إيرور. طبعا أنا عندي سيتوسا فيرسي كولر فيرجينيكا ثلاثة وهدول إنه إنكودد واحد اثنين ثلاثة إنه بيصير لهم إنكودينج كإنتيجرز إنه الكلاسز واحد اثنين ثلاثة. فبسأل بيقول إنه هاي عملنا بريزنتيشن لهذا الإنبوت الأربعة إنبوتس الأربعة فيتشرز هدول وطلع لي الكلاس غلط حسبنا الإيرور تمام. أنت بتقول إنه هو برجع بيدخل نفسه برجع بوزع الإيرور على الويتس على كل صحيح نعم بيدخل نفس الإنبوت إنستانس لا هنجيت أنت عندك كيف بتروح على الإنستانس اللي وراه تمام كان في ايرور بعمل ادجستمنت ما كانش في ايرور بروح على الانستانس اللي وراه وهكذا هجد بس يخلص هدول بروح برجع بعيد على الداتا سيت من اول وجديد. هلقيت انه انت تخلص الداتا سيت هاي بنسميها وان ايبوك تمام. فبالتالي الاكزامبل هذا اللي هو غلط فيه وعملنا ادجستمنت للويت عشان خاطره بدخلش في هاي الايتريشن او في هاي الايبوك بدخل في الايبوك الجاية انه تشوف غلط فيه ولا لا. عارف زي كأنه انت مثلا انا بدي لك يعني منهج رياضيات تمام وانت عشان تستوعبه بدك تدرسه 10 مرات يعني في مثلا كل المنهج هذا انه مكون من 17 سؤال و17 سؤال هدول بدك تلف عليهم 10 مرات. فالمرة الاولى ممكن تغلط في 5 اسئلة المرة الثانية بيقل على الغلط تبعك فممكن تغلط في 3 اسئلة بدل ما هم كان 5 تستمر بتضلك تعيد في المنهج تعيد في المنهج تعيد في المنهج وهنا بيضلوا يعيد يتعلم على الداتا سيت يتعلم على الداتا سيت لغاية انه ما يستوعب تمام. طيب طب ممكن نعمل هذا الكلام انه نعممه لاكثر من انبوت اكس 1 اكس 2 اكس 3 فبيصير بهذا الشكل انه اكس 1 انه انا عندي الهيدن ستيت 0 تمام. فبالتالي انا عندي اليو والدبليو تمام بطلع انا عندي الاوت بوت واي وهنا انا عندي هذا الهيدن ستيت بيدخل هيدن ستيت 1 بيدخل كانبوت للهيدن ستيت 2 تمام. فبالتالي أنا عندي هنا إكس 2 واي 2 بمعنى آخر إنه أنت عندك هنا إنه الإكس ممكن تكون أنت عندك أكثر من فيتشر فيكتور ولكن الأوتبوت واحد ولكن هنا إيش الاختلاف؟ إنه أنا عندي إكس 1 إكس 2 إكس 3 والأوتبوت واي 1 واي 2 واي 3 فبالتالي الإنبوت عبارة عن سيكونس والأوتبوت عبارة عن سيكونس. متخيل كيف؟ أنا في حطيت لك على الجيت هاب في عندك شيت من ستانفورد للريكورنت نيورال نتورك تمام ريكورنت نيورال نتورك فعليا إنه أنت عندك x1 x2 والاوتبوت y1 y2 لانه انت فعليا عندك انواع من الـ من الريكورنت نيورال نتورك. الانواع هذه هذا الشيء حرجع له مرارا الان الانواع هذه ايش هي عندك هنا 1 to 1 هذه عباره عن تراديشنال نيورال نتورك فبالتالي انت عندك الاكس والواي صح فهذه عباره مش ريكورنت تمام. في عندك هنا one to many فبالتالي عندك بيكون الانبوت عبارة عن x واحدة والاوتبوت عبارة عن y واحد y اثنين y ثلاثة والابليكيشن تبعتها ممكن نستخدمها في الميوزيك جينيريشن او في التكست جينيريشن تمام. فهذه one to many في عندي many to one في
في أنا عندي الانبوت عبارة عن سيكونس x1 x2 x3 والاوتبوت واحد، وهذا ممكن نستخدمه في التكست كلاسيفيكيشن زي السنتمنت اناليسيس. فبالتالي انت عندك الانبوت عبارة عن سيكونس انه قصة هذا الفيلم ممتازة ولكن الاخراج رديء، والاوتبوت هذا الانبوت سيكونس والاوتبوت عبارة عن 0 او 1 بوزيتيف او نيجاتيف بهذا الشكل، تمام. وممكن يكون انا عندي ماني تو ماني، فبالتالي الانبوت بيكون عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن سيكونس. كيف يعني الانبوت سيكونس والاوتبوت سيكونس؟ ممكن يكون الاوتبوت سيكونس انه احنا نستخدمه في الانتيتي نيمد انتيتي ريكوجنيشن، وهذا مر علينا سابقا. ايش هو؟ انه انت عندك كل كلمه بدك تحددها انه هي عباره عن بروبر نيم ولا اورجانيزيشن ولا كانتري ولا سيتي ولا لوكيشن. فبالتالي هذه الكلمه ايش النيم انتيتي تبعها، هذه الكلمه ايش النيم انتيتي تبعها، تمام. فبالتالي هنا لاحظ انه اللينث متساوي، الاكس بتساوي الواي في اللينث. انا بقصد انه انت عندك مثلا ثلاث كلمات انه كانبوت يفترض انه التاجز تبعت النيمد انتيتي ثلاثة. او ممكن تضيف هنا تطبيق ثاني اللي هو البي او اس بارت اوف سبيش، فبالتالي هذه الكلمه عباره عن ناون، هذه فيرب، هذه بروبوزيشن، ادجكتيف، يعني زي هيك، تمام. او ممكن يكون انه ماني تو ماني ولكن انه ما بيسووا بعض، زي الايش بارت اوف سبيش. لا، بارت اوف سبيش متساوي، كل كلمه لازم يكون في لها تاج، تمام. كل كلمه لازم يكون، يعني كل كلمه انت في اي جمله يا اما بتكون حرف جر يا اما فعل يا اما اسم يا اما صف صفه، لا لازم يكون في شي كلمه ملهاش تاج، في شي كلمه ملهاش بارت اوف سبيش تاج. هاد اللي ما بيساووا بعض انه ماشين ترانسليشن، زي الترجمه الاليه. ثانك يو، شكرا، تمام. فبالتالي انه مش بالضروره انه يكون انت عندك الطول نفس الاشي. لاحظ انه انت عندك هذا الانبوت وهذا الاوتبوت، هذا الهيدن ستيت، تمام. لاحظ انه الهيدن ستيت انت بتطلع عندك للواي ونفس الوقت انه بتكون انبوت للهيدن ستيت اللاحقه. هاي الاركيتكتشر تخيلها، قارنها مع هاي، نفس الاشي، تمام. فبالتالي انت عندك كيف؟ لا، هاي انت عندك x1 x2 y1 y2 نقط نقط نقط، تمام. فبالتالي هاي الاوتبوت، هذه هيدن ستيت اللي بهذا اللون، هذا الهيدن ستيت بيأثر في الواي او يعني بيدخل كانبوت في الواي، هيو زي ما انت شايف زي هيك، وفي نفس الوقت داخل في الهيدن ستيت اللي وراه بهذا الشكل، هيو داخل في الهيدن ستيت اللي وراه. فبالتالي هاي الرسمه نفس هاي الرسمه بالضبط، تمام. بس اللهم هدول انه يعني مزيوحين لفوق شوي، اوكي. فبالتالي هاي انه هي عباره عن سيمبل recurrent neural network، تمام. وانت عندك الانبوت عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن سيكونس. طبعا طبيعة الحال انت مش محتاج انه انا اعمل لك هايلايت في الشيت، هذا الشيت بعد ما نخلص هتلاقي انه لمم لك كل الموضوع، يعني انه يعني بشكل مختصر. فالشيت هذا كله مطلوب منك، مش محتاج اني اعمل لك هايلايت عليه، عمل لك هايلايت لكله. تمام. طيب كيف بدنا نحسب الباك بروباجيشن ايرور؟
منفع نطبق نفس المفهوم؟ ممكن يعني أنا بستنى بس يطلع أنا عندي الأوتبوت هذا وقول خلي بالكو يا جماعة أنا في عندي إيرور هنا عدل. طب هذا عشان يعدل لازم برضو يعدل الانبوت هذا اللي جاي من عنده هنا، بالإضافة لا هنا في إيرور تمام برضو بده يتعدل وهكذا. تمام، فبالتالي هنا ممكن نستخدم الباك بروباجيشن نفس المفهوم. واضح؟ مفهوم؟ في شيء مش واضح؟ طبعا هنا الـ Unrolled Network as a Computation Graph اللي هي Figure 5.95 اللي هو هذا نفرته زي، فبالتالي بدي أعمل لك هايلايت للسكشن إنه شو معنات إنه يعني إنه عمل له Unrolling. Unrolling هو المصطلح اللي أنا بستخدمه إنه أنت بتفرط الـ RNN إنه تخليها إنه زي بالضبط. طيب نيجي للابليكيشن. الابليكيشن مطلوب منك انه انت تعرف ايش ممكن نستخدم الـ RNN. ممكن نستخدمها في اي تطبيق بيحتاج لكونتكست. ايش هما؟ هاي ملخص لك اياهم هنا اللي هما يعني شابتر 10 او 11 اللي احنا برضو حنخلصهم اليوم. يعني حناخد sequence to sequence تمام، ممكن نستخدمها في السمرايزيشن. ممكن تتخيل لي كيف يعني السمرايزيشن؟ لانه الانبوت عباره عن سيكونس والاوتبوت عباره عن سيكونس بالضبط. فبالتالي انت عندك الانبوت عباره عن نص طويل، الاكس اللينث تبعها طويل، والاوتبوت برضه سيكونس بس بالضبط. السمرايزيشن، السمرايزيشن هو عباره عن تلخيص للنصوص. كيف ممكن نستخدمه؟ كيف كيف انا بسال كيف بتساءل كيف يعني ال word sense disambiguation انه انا عندي كلمه مش في لها اكثر من معنى، فكيف التلخيص ممكن يفيد في الموضوع؟ فعليا انا ما مرش علي شيء زي هيك يعني، لكن انه هو الريسيرش انه بدنا نشوف انه ممكن ولا مش ممكن، هل الشيء هذا مجدي ولا مش مجدي. ممكن انه احنا نبحث شويه على الجوجل سكولر نشوف انه حدا اشتغل في هذا السمرايزيشن. Summarization للword sense disambiguation. مدام في شغل موجود يبقى انه اكيد ان الميثود هذه انه بروفت انه مجدية، فبالتالي اوكي. الماشين ترانسليشن الانبوت سيكونس والاوتبوت سيكونس، ليش مش شرط؟ سيكونس. صباح الخير، good morning. مش input هذا sequence وال output sequence. question answering sequence ولا مش sequence؟ زي ايش مثلا؟ مين يضرب لي مثال؟ لا عاد انت اللي بتحكي conversation، برضو هذا sequence to sequence انه how are you I am fine what is your name my name is كذا. هذا conversation. لكن question answer questioning answering system انه على سبيل المثال انه انت بتسال انه
إنه مين هو رئيس الولايات المتحدة 35 أو 35، فبالتالي بيجي برد لك في الجواب إنه الرئيس 35 للولايات المتحدة هو فلان، فبالتالي الانبوت عبارة عن سيكونس اللي هو الكويستشن، والاوتبوت برضو سيكونس اللي هو الإجابة. تمام؟ طيب احنا شفنا في اول الشابتر كيف انه احنا استخدمنا الفيد فورورد نتورك عشان نعمل لانجويج موديل. هل ممكن نستخدم الريكورنت لللانجويج موديل؟ اكيد بالطبع، وهي من ضمن التطبيقات. تمام؟ بدي اضيف لك هنا من ضمن التطبيقات بدك ترجع لي وين؟ هاي هاي انت عندك ابلكيشن. ايش الابلكيشن؟ هنا ضرب لك امثله انه ميوزك جينيريشن او تكست جينيريشن، برضو ممكن نضيف تحتيها تكست جينيريشن، سنتمنت كلاسيفيكيشن، او اي شغله متعلقه بالكلاسيفيكيشن. تمام؟ ممكن تعمل كلاسيفيكيشن انه هذا تكست مثلا او هذا الخبر انه فيك ولا مش فيك، فيك نيوز ولا مش فيك نيوز، اخبار مزيفه ولا اخبار حقيقيه. كيف بالضبط النيمد انتيتي ريكوجنيشن برضو بتضيف عليها بارت اوف سبيش بالضبط، وهنا ماشين ترانسليشن الترجمة الآلية. فهذه هي التطبيقات برضو، هيها موجودة هنا معززة معاك، انه انت المهم انه انت تعرف وين تستخدم العربة، مدام انت عرفتها وتعرف انه وين بتم استخدامها. تمام؟ طيب احنا شفنا البروبابلستيك لانجويج موديل واستخدمنا الانجرام موديل، وشفنا الفيد فورورد لانجويج موديل. تمام؟ الان بدنا نشوف الار ان ان لانجويج موديل. يعني لو سالتك احنا لغايه الان كم طريقه استخدمناها لعمل اللانجويج موديل؟ ثلاث طرق، اللي هو probabilistic اللي هو الانجرام language model، feed forward neural network language model، والطريقة الجديدة اللي بدنا ناخدها ال RNN. شو الفرق بين هاي وهاي؟ بالضبط، هذه ما فيش فيها hidden state، او بفش فيها ريكرنسي في الهيدن ستيت. هاي فيها ريكرنسي في الهيدن ستيت، اثنين نيورال نتورك بس هذه فش فيها ريكرنسي، يعني هذه فولي كونكتد وهاي ريكرنت، انه الفرق. وهذه بروبابلستيك بتشتغل بالكاونت. هدول كيف من اللانجويج موديل انه بيستخدم انه الويتس، اما هذا ايش بيستخدم؟ بروبابيليتي. اما هذا انه بيستخدم الويتس الاي قبل الاي، صح؟ الاي قبل الاي، وهنا نفس الشيء، ولكن الفرق انه هذا ريكرنت، هذا ريكرنت، وهذا فولي كونكتد. فبالتالي هذه ممكن نكتب عليها اف سي، وهذه انه ريكرنت. في الايش؟ نعم. لا الانبوت انه انت ما عندكش تو انبوت، الانبوت انت عندك وورد والاوتبوت اللي هو يعني انت عندك تو وورد، واحده بتكون انبوت، واحده بتكون الاكس، والثانيه بتكون الواي. فالانبوت راح يكون الوورد واحده، نعم، والاوتبوت برضه وورد واحده. الوورد الجديده راح تصير هي الانبوت، صحيح؟ عشان تعمل بريدكشن لوورد جديده. مش هيك صار زي ريكرنس ولا لا؟ هذا شانن جيم، انه انت بترجع بتستخدم الموديل كمان مره عشان تعمل جينيريشن للنكست وورد. وانا باخذ الاوتبوت وارجعه على الانبوت، انا عملت ديتكت للوورد. ماشي، انت بتاخد الاوتبوت ورجعه للانبوت.
تعمل له باس. لكن هل الاوتبوت هدفي له ويت؟ لا مش فرق. في فرق. لما يكون في له ويت كونكشن وإلها ويت هذه بتصير نتورك. اما انه انت الاوتبوت هذا اخذته مجرد انه اخذته انت بترجعوش بكونكشن، انه انت اخذته ورجعت مررته من تحت بس هاي بالضبط شانون جيم. بس راح يصير له ويت. لا ما فيش ويت في وين هنا في قصدك في الفيد ويف فورورد. لا ما فيش ويت. وين الويت؟ في كونكشن ما فيش كونكشن عشان تديها ويت. يعني انت لاحظ هنا ايش انت في عندك دبليو وهذه ادينا لها ويت ماتريكس جديده يو. اما تعال تطلع هنا هذه الوورد وورد 42 اخذناها وبدنا نعمل شيفت هنا في ويت مش كونكشن هاي هذه عايشة هعمل لك اياها سهم مختلف خالص انه هذه اللي بريدكتد وبده يعمل شيفت للاوتبوت زي هيك للويندو عشان يعمل بريدكشن للنيكست وورد. فبالتالي هنا ما فيش مش كونكشن وما فيش ويت. بس هو راح يستخدم الويت موجود النبل الويت الموجودة هنا صحيح. نعم هو راح يستخدمها بالضبط. فيش ريكرنسي ما فيش. تمام. كيف اللي مفاجأة يكون انتو شايفين الموضوع صعب يعني تمام. هنا احنا دكتور خدناه في ماشين ليرنينج كان دكتور يعطينا فيرست يعني فيكتور ويت فيكتور ونروح احنا نجيب اللي هو فيكتور اللي هو بيكون ويت ليست له. طيب طبعا انت حتجيب لنا زيه؟ لا كان ياخذ معنا وقت كثير واحنا بنحل. لا مش حجيب زي هيك طيب حكيت شفنا الريكرنت يعني هذا عبارة عن ريكرنت لانجويج موديل. فبالتالي الانبوت عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن سيكونس تمام. فهنا بدنا نستخدم نعمل جينيريشن باستخدام اللانجويج موديل. بدنا نرجع لمين؟ لشانون ميثود تمام. فبالتالي انه هاي الستيبس تبعتها بداية انه ببدأ انه بعمل يعني انه سامبل وورد انه تسعة وثلاثين اوكي هجد الفيرست وورد اللي بتطلع معايا من الاوتبوت باستخدام السوفت ماكس ديستريبيوشن يعني اللي بتطلع من السوفت ماكس من الاوتبوت تمام. انه هذه بتطلع انه ناتجه من البيجينينج تبعت السنتنس الماركر اللي هي اس تمام اللي هو بيكون عباره عن الفيرست انبوت. يعني طلع معايا زي هيك هذا هو الفيرست انبوت تمام. طبعا هذه الميثود هي اسمها شانون انه مطبق الشانون جيم وبرضو اسمها اوتو ريجريسيف جينيريشن ويد ار ان ان او روت اوتو ريجريسيف ميثود. فبالتالي انه انا هنا زي ما شفنا الشانون جيم في البروبابيليستيك انه هاي بدايه الجمله عمل لي بريدكشن هنا حسب السوفت ماكس انه لا ان الان هذه احنا اخذناها كانبوت تمام عشان عملنا بريدكشن للكلمه اللي بعدها واللي اخذناها كانبوت عملنا بريدكشن اللي بعدها وهكذا and so on. ايش الفرق في الموضوع؟ انه هناك كان ان ان هنا ار ان ان. شو الفرق بين الان ان والار ان ان؟ انه انت في عندك هيدن ستيت او في عندك ريكرنسي في الهيدن ستيت.
طبعا الطبقة تبعت الامبيدنج موجودة، ممكن ان انت تستخدمها وتستفيد منها، تمام بهذا الشكل. فبالتالي لاحظ ان انت بتركب بلوكس على بعض، وهذا حيكون شغلك في الريسيرش، انه انت ايش فكرتك، انه انت تفهم كل هدول المودلز وبتصير تركب البلوكات هذه على بعض. لسه حناخد بلوكات اعقد، تمام، وبتصير انت تركبهم وتطلع شبكة معينة وتشوف ادائها في تاسك معينة، وهذا وانت بتلاقي البيبرز كلها بتشتغل بالاسلوب هذا حاليا، يعني الستيت اوف ذا ارت بيشتغل بالاسلوب هذا، تمام. طيب هاجيت هذا التكنيك ايش بنسميه؟ طبعا احنا بنستمر لغايه متى؟ لغايه لما يطلع لي هنا السنت انت اوف سنتنس ماركر اللي هو ساعتها بعمل ستوب، تمام. هذا التكنيك ايش سميناه؟ اوتو ريجريسيف جينيريشن، تمام. الانيشال هيدن ستيت هي يعني حسب التريننج الجوريثم تبع الباك بروبوجيشن انه انيشلايزد راندوملي، وبصير لها ادجستمنت مع التريننج لغايه لما تصل للاوبتيمال ويت اللي بيكون بيطلع لك الوايز اقل ايرور، اقل ايرور بغض النظر انه زيروز بعد انه شو اسمه، يعني انه يكون الايرور اقل ما يمكن. طيب هاجيت السيكونس ليبلينج، هذا المفهوم او هذا الهيدنج او هذا السكشن ايش المقصود فيه؟ انه انت بتطبقه في تاسك زي ايش مثلا؟ زي البارت اوف سبيتش تاجينج. فبالتالي هذا اسمه ليبل سيكونس ليبلينج، انه السيكونس هذا بتروح بتحط ليبل لكل وورد في السيكونس هذا. الجملة ذهب الولد إلى المدرسة ذهب تاج أو ليبل فعل بالضبط، الولد فاعل and so on. فبالتالي هاي التاسك اسمها سيكونس ليبلينج، وهنا مسمي لك إياها في الشيت اللي هي money to money application، وانه بيكون انه اللينث نفس اللينث، وهذه زي النيمت انتيتي، وهنا لحسن حظنا انه هنا ابلكيشن وهنا ابلكيشن تاني، هنا بارت اوف سبيش. لاحظ انه الانبوت نفس الاوتبوت، تمام. ايش البيلدينج بلوكس تبعت النتورك تبعتك؟ خلي بالك بدي اياك تركز على الموضوع هذا، لانه انا ممكن اسالك انه انا اطلب منك انه انت تركب بلوكس على بعض. انت عندك الطبقه الاولى هي عبارة عن الانبوت كلمات، انت اكيد بطبيعة الحال هتعملها encode as indices. الطبقة الثانية طبقة embedding، وفهمنا مفهوم الامبيدنج انه انت عندك الفيكتور انه يعني انه بصير في عندك reduce للدايمنشنالتي. بعديها الRNN احنا رسمنا تفاصيلها هناك، بس هنا رسمناها كبلوك بالضبط. بعديها طبقة السوفت ماكس، والاوتبوت هو عبارة عن الليبلز تبعتي بالضبط، انه انت بدك تطبق عليه الارج ماكس، انه تجيب اعلى اوتبوت لكل واحدة لكل واي بهذا الشكل، لانه انت عندك الاوتبوت هنا مش واي واحدة، تمام، اكتر من واي، تمام. هاي هنا ذاكر التطبيق الثاني اللي هو النيمد انتيتي ريكوجنيشن. هنا الليبل ممكن تختلف من تاسك لتاسك تانية في النيمد انتيتي، يعني النيمد انتيتي لوحدها ممكن يختلف الوضع. لاحظ هنا انه عمل لك ليبل لكل كلمة بثلاثة ليبلز اللي هو البي والاو والاي، تمام. ايش هما هدول؟ البي اللي هو عبارة عن البيجينينج تبع الانترست تبعي، تمام، والاو هي عباره عن التوكن هذا بيكون اوتسايد من الانترست تبعي، والاي هو عباره عن انسايد
الانترست تبعي اللي هو انسايد البيجينينج. شو معنات هذا الكلام؟ لاحظ انه انا عندي يونايتد كانسلت ذا فلايتس ذا فلايت فروم دنفر تو سان فرانسيسكو. ايش الانترست تبعي؟ يونايتد هذا مش انترستد فيه, مش انترستد, مش انترستد. دنفر بي برضو انترستد فيه, تمام. تو اوت اوف انترست انا عندي سان فرانسيسكو عشانها انه مركبه بالضبط, فهذا البيجينينج تبعي وهذا انه تابع للبيجينينج تبعي, تمام. فبالتالي هو فعليا انه مهتم انه يعمل ليبل الانترست تبعه انه هذه عباره عن اورجانيزيشن, هذه شركه الطيران يونايتد, شركه الطيران اسمها يونايتد, تمام. دنفر عباره عن لوكيشن, سان فرانسيسكو برضو عبارة عن لوكيشن وهي اسم مركب سان فرانسيسكو بهذا الشكل, تمام. لاحظ انه الليبل نفس اللينث ولا لا؟ كله نفس اللينث, بس انت ايش حددت؟ حددت ايش الشغلات اللي انت انا انترستد اطلع اللوكيشنز من هذه الجملة, ففد الليبلز اللي لها علاقة باللوكيشن, تمام. فحددت الليبل اوف انترست وطلعت بعديها حددت انه هي عبارة عن لوكيشن اورجانيزيشن, تمام. طيب نيجي الآن للسيكونس كلاسيفيكيشن. احنا قاعدين نحكي في التفاصيل تبع التطبيقات عشان ما تضيعش. انا عارف انه كم المعلومات اللي في المحاضرة هذه يعني اوت صار في عندكم بفر اوفر فلو. وفي بفر اوفر فلو من قبل كمان من البريفيوس ستيت كمان. طيب الموضوع اللي بنحكي فيه احنا خلينا ناخد بريك لما نقدم, تمام. هجيت احنا بنحكي في التطبيقات, احنا في التطبيقات في هاي المنطقة تحديدا انه انت عندك الانبوت عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن سيكونس. هذا التطبيق ايش التاسك هذه بنسميها؟ سيكونس ليبلينج, انه كل كلمة في هذا السيكونس بدك تديها ليبل سواء كان part of speech او named entity, تمام. موضوع بسيط. طيب نيجي الان نشوف كيف شكل الاشي بيكون لما يكون في عندي هنا sequence classification. ايش sequence classification؟ انه الانبوت عبارة عن sequence والاوتبوت بالضبط واي واحدة اللي هو عبارة عن تكون 0-1 او 0-1-2 positive, negative, neutral او مثلا positive, negative, binary classification, او انه هذا التكست toxic ولا مش toxic. ايش يعني toxic؟ بالضبط بيحتوي على شتيمة, بيحتوي على hate speech, بيحتوي على بالضبط. فبالتالي يعني انه انت عندك sequence انه بتحدد ايش الكلاس تبعه, فبالتالي الانبوت واحد عفوا انه انت عندك الانبوت. لاحظ برضو برجع بذكرك building blocks. توقع انه انا اجي اسألك مثلا انه التاسك هذه كيف شكل البلوكس فيها, بديك تكون فاهم عشان هيك انا يعني واخد بالك, تمام. فلاحظ انه هنا انه انت عندك مثلا انه هذا الولد شكله مقزز, هذا عبارة عن سيكونس, والاوتبوت هيو انت في عندك هيدن ستيت, هيو الاوتبوت واي واحدة, فبالتالي هذا التكست توكسيك, الليبل انت عندك توكسيك, تمام بهذا الشكل. هنا الارنان هيها بلوك واحدة بهذا الشكل, تمام. فهذا سيكونس كلاسيفيكيشن, شفنا كيف شكل النتورك بهذا الشكل. تعال اطلع هنا, تمام, نفس الشكل هذا بالضبط اللي هو many to one, انه انت عندك x1 x2 x3 والy واحدة, نفس الرسمة بالضبط. حفظهم فهمهم نعم تمام. بدك انه انت تعرف البيلدينج بلوكس لسه حتى تطلع بيلدينج بلوكس اعقد من هيك, وديك تركب على بعض, تمام.
فأنت عندك هاي هذا الانبوت زي هيك، هاي الاوتبوت عبارة عن الهيدن ستيت بيدخل بالضبط للهيدن اللي بعديه، والهيدن هذا بيدخل في الهيدن اللي بعديه وهكذا. هجد هذا كيف ينحسب؟ بياخد انبوت من الهيدن ستيت السابقة ومن الاكس 2. هذه ار ان ان، نعم. وهنا تعال تطلع نفس الفكرة، انه هذا الار ان ان البلوك هذا صرنا نرسمه كبلوك بس تفصيله وين؟ هاي خلاص وضحناه فوق زي هيك، هاي شايف. فبالتالي انت عندك واي 2 عشان يطلع ايش بيحتاج؟ تمام، بياخد الاوتبوت تبع اتش 2. اتش 2 عشان ينحسب ايش بياخد؟ اكس 2 واتش 1 اللي هو الهيدن ستيت السابق. بالضبط، انه انيشيالي بتكون باي ديفولت، او ممكن تعتبرها انه البيجن اوف سنتنس تبعتك اللي هو اس زي هيك. نعم، هو كله انيشيالي انيشيلايزد يعني راندوملي. تمام تمام، نعم. ماله؟ ممكن يكون في عندك طبقة embedding، يعني هذا سؤال، يعني نقطة كتير مهمة، انه هنا ممكن تكون عندك طبقة embedding بالعكس بتحسن performance تبعك بشكل كبير. لانه هنا اجى فصلها انه الهيدن ستيت الاخيره هذه، تمام، بالضبط بدك تحسب الواي تبعها، انه هذه الواي وهذه بتحسب لها سوفت ماكس، انه فصلها هنا. لكن هذول عباره عن هيدن ستيتس بيسلموا بعض، هذه الاخيره انه فصلها زي هيك عشان يطلع الواي. تمام، هذه الهيدن ستيت الأخيرة اكس ام. تمام، هذا الكلام كله حناخده عملي على تنسر فلو. حناخد انه الانبوت لما يكون عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن ليبل واحد، حناخد سنتمنت اناليسس باستخدام تنسر فلو ار ان ان. حتى لو كان ثلاثة ليبل، الاوتبوت واحد، الاوتبوت هذا يا اما بيكون زيرو او واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة. بالضبط، اوتبوت واحد. ايش انا بقصد؟ انه انت عندك اكتر من اوتبوت زي هيك، كل واحدة في لها اشي كورسبوندينج لها، هذا انه ناون، هذا 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 فيرب، هذا عبارة عن ديترمينانت، هذا بروبوزيشن، هذه ملتيبل اوتبوتس. تمام، اما لما يكون عندك اوتبوت واحد بياخذ ملتيبل فاليوز. تمام، اوكي. طيب نخلي النتورك ديبر. خلي بالك عشان تكون فاهم ان الديب نتورك يا جماعه هي عباره عن باز وورد. ايش يعني باز وورد؟ كلمة طنانة، يعني ويف، يعني موضة، يعني موجة. مش هي عبارة عن نيورال نتورك عادية؟ يعني ليش بدك تدلعها وتقول ديب نتورك؟ الديب نتورك هي عبارة عن نيورال نتورك بس ديب، يعني تمام؟ بالضبط، بس بدك تستوعب انه الديب شو بيفرق عن الكلاسيكال. انتوا اكيد اخذتوا في كورس سابق، سواء كان داتا ساينس او ماشين ليرنينج، اخذتوا كلاسيكال ماشين ليرنينج الجوريثمز. شو بيفرق الديب عن الكلاسيكال؟ انا امل انه ايش نفتح الباب هيشتغل.
أهميتها كتير كبيرة. عشان هيك أنا أصريت أن أورجي لك هذا الجراف. هذا الجراف إذا أنت مش شايف عندك على البروجيكتور، في أنت عندك هنا عندك الـ X-axis هو عبارة عن الـ amount of data، تمام، والـ Y هو عبارة عن الـ performance. بده يكون في عندك وعي واستيعاب انه هذا اللاين، شايف شوف اتبع معايا، هيو باللون الاحمر، هيو زي هيك، هذا الكلاسيكال ماشين ليرنينج. كلاسيكال ماشين ليرنينج بعد حد معين من البيانات ببطل يكون في عندي تقدم في البرفورمانس. يعني انت يعني هو المعروف انه انت كل ما تزود بيانات للتدريب، مش انه يفترض انه يتحسن، بعد فترة معينة خلاص بيقف عند حد معين. لكن الديب ليرنينج لا، كل ما كان في عندك بيانات اكتر بتحسن البرفورمانس، تمام. فهذه شغلة كتير مهمة انه يعني انه احنا نستوعب شو معنات انه نعمل ديب نتوركس ونعمل ستاكينج لنتورك ديبر نتورك مع بعض. بس بدك تخلي بالك انه بدك تعمل ديب نتورك، بس بدك تتجنب الاوفر فيتنج. بدك تتجنب الاوفر فيتنج. الاوفر فيتنج كيف انه انت تكتشفه؟ هذا فيه له طرق، تمام، انه انت تشوف البلوت تبع التريننج ايرور والفاليديشن ايرور، تمام، من خلالهم انت بتقدر تعرف انه صار في عندك اوفر فيتنج ولا لا. فبالتالي هاي النقطه كتير مهمه انه احنا وصلنا لحد انه الكلاسيكال ماشين ليرنينج صار انه الستيت اوف ذا ارت تبعه او البرفورمانس تبعه انه بيقف عند حد معين. فبالتالي مع توفر البيانات يعني وتوفر الديب ليرنينج صار في عندي انه انا ممكن انه نعمل قفزه في البرفورمانس، تمام. فبالتالي هذا هو السبب في اتجاه انه نعمل ديب نتورك بهذا الشكل. طيب نيجي نعمل ستاكينج للRNN. ستاكينج للRNN هذه برضو بيلدينج بلوكس. كيف يعني؟ انه انت ممكن يكون انت عندك الانبوت عبارة عن سيكونس والاوتبوت زي ما انت شايف عندك سيكونس، تمام. هذا مش يعني شبكة واحدة من الRNN، عدة شبكات، ثلاث شبكات من الRNN، تعملها ستاكينج ورا بعض، بتروح بتكدسها ورا بعض. فبالتالي الاوتبوت تبع هاي هو بيكون انبوت للشبكة اللي وراها، وهاي الاوتبوت تبعها بيكون انبوت للي وراها، وكل شبكة زي ما شفنا انه هي عبارة عن شبكة منفصلة بالضبط. لا مش فول كونكتد، هديك RNN، هدي RNN، تمام. فبالتالي هنا الستاكينج هذا طيب، حقيت الستاكينج هذا من ناحية نتائج، هل هو بيجيب لي نتائج أفضل؟ طيب It has been demonstrated across numerous tasks، عدة تاسك جربوا انه الRNN الستاكت، مش RNN واحدة، ستاكت RNN عدة شبكات، انه out performs single layer network. وشو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك انه تتفوق، تمام. السبب في ذلك انه انت عندك عدة الطبقات هذه ممكن تساهم انه انت تعمل لك abstraction different level of abstraction. هذا الكلام مش واضح صح؟ طيب هجيت الهيومن فيجوال سيستم كيف بيشتغل. انا بدي اعمل لك هايلايت لهي برضو كمان عشان انت الهيومن فيجوال سيستم كيف بيشتغل. انت شايف اشي جاي عليك، مش عارف هذا الاشي هل هو بني ادم ولا مش بني ادم،
بعد ما انه لحظة معينة حددت الشكل الخارجي تبعه زي هيك، تمام؟ مش شاطر كتير انا في الرسم، تمام؟ اوكي بدي ارجع للموديلينج تبع اليو ام ال عشان انه انا اعمل شغله احسن. ممكن اعمل زي هيك عباره عن اكتر هذا بني ادم، تمام؟ هذا اكتر بني ادم. شفت الملامح تبعته زي هيك. هذا بس مين لما يقرب انه انت بتصير تتعرف على فيتشرز موجوده هنا في الوجه. شفت ايش معنات انه different level of abstraction؟ انه انت حددت في الاول انه هو عبارة عن شخص. طيب مين من الاشخاص هدول؟ هل هو قصي ولا رجائي؟ بالضبط. فالليفل الثاني او الشبكة الثانية. فشايف ايش فايديت انه انت تعمل stacking للneural networks؟ انه كل طبقة بتعمل لك abstraction، انه هذه طلعت لك انه هو person، انه هذا object person، والطبقة الثانية طلعت لك الفيتشرز، العينين والشعر وال والحواجب وكل الملامح هاي كلها، تمام؟ فهي مفهوم الـ different level of abstraction، تمام؟ طيب نجي لمفهوم الـ bidirectional R and N. يبقى الخلاصة هنا في الـ stacking انه الـ stacking بيعمل outperforms عن السنجل نتورك، تمام؟ والسبب في ذلك انه كل طبقه او كل بلوك انت بتحطه ممكن يساهم لك في different level of abstraction. برضه نفس الفكره، بدي احط لك هايلايت لهي الجمله المهمه برضه، لانه الموضوع مش انه ستاك يعني مدام انه كل ما تزود بيكون احسن، انه خلاص اعمل ستاك كدس وخلاص. لا، ده optimal number of stack at r and n in a specific is specific to each application. يعني بقدرش انا بقدرش اقول والله افضل اشي تعمل ستاك لثلاثة ارانانس او سبعة. بالضبط، فيش شغلة specific، وبرضو بدك تتجنب الاوفر فيتنج هنا في هذا الموضوع. فبالتالي صرت انت عارف انه الستاكينج بيعمل اوت بيرفورم للبرفورمانس، ولكن ايش الاوبتيمال نمبر للبلوكس؟ بالضبط. طيب نيجي لموضوع جديد اللي هو الباي دايركشنال ار ان ان. ما هو مفهوم الباي دايركشنال؟ ببساطه شديده جدا جدا جدا، الباي دايركشنال انه انت الجمله بتلف عليها من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، تمام؟ فبالتالي انا عندي هنا اكس سيكونس، انا بعتبره اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس ان، هاي ليفت تو رايت، بيكون في عندي شبكه ار ان ان 1، تمام؟ انه بتلف على الشبكه على السيكونس هذا ليفت تو رايت، وانا عندي الشبكه الثانيه اللي هي ار ان ان 2 بتلف عليها اكس ان اكس ان ماينس 1 ماينس 2 لغايه 3 2 1. لاحظ انه انت عندك الاكس بتعمل له فيدنج لار ان ان 1 اللي هو ليفت تو رايت، وفي نفس الوقت برضه لار ان ان 2. الفكره في الموضوع انه انت تشوف السياقات هذه من اتجاهات مختلفه، فعشان هيك انه بنسمي الشبكه هذه باي دايركشنال. بمعنى اخر، عشان تبني الباي دايركشنال ار ان ان تعمل ستاكينج لتو ار ان ان، الطبقه الاولى او البلوك الاول او الار ان ان الاولى تعمل سكان للسيكونس رايت ليفت تو رايت، والثانية رايت تو ليفت، تمام؟ هاجيت الاوتبوت تبع هاي وهاي ايش بتعمل له؟ كومباينيشن. هاي شايف هذا الاوتبوت تبع ار ان ان 1، هذا الاوتبوت تبع ار ان ان 2، عملت له كومباينيشن عشان اطلع الواي الاوتبوت. الاوتبوت برضه عبارة عن سيكونس، تمام؟ وهنا كمان مرة RNN 1 هاي الاوتبوت تبعها، RNN 2 عملت له كومباينيشن.
تمام. فهذا هو مفهوم الباي دايركشنال ار ان ام. فهاي بدي اعمل لك الها هايلايت. طيب هاجيت هنا في جزئيه في باراجراف بتحكي لك انه هاي الكومباينيشن. هاي المعادله تبعتها. فبالتالي هاي البلس مش معناها انه جمع، كومباين. والكومباين هنا في عندك عدة طرق. في عندك هنا انه element wise addition or multiplication، تمام. فبالتالي هنا انه هذا الكلام برضو بدي اعمل لك اياه، انه الكومباينيشن هذه الاشارة ممكن انه انت تحدد العملية تبعتها انه هي عبارة عن addition ولا multiplication او combination بطريقة معينة، او حتى ممكن تعمل حاجة اسمها interpolation. تمام؟ ايش يا استاذ؟ بحكي element wise يعني زي العمليات اللي بنعملها في البوت ستار البوت الايش؟ بوت سترابينج. ايش البوت سترابينج في اي سياق؟ ايش الكونتكست تبعه؟ هذا في الداتا ماينينج، كنا نعمل الاليمنت وايز، معناها انه هنا انه هذا الاوتبوت مع يعني هذا مع هذا اللي بيقابله، انه هاي اليمنت وايز. يعني انا عندي هنا يعني على سبيل المثال في الباينري سترينج 1100011، وهنا 0001101. اليمنت وايز انه هذا البيت مع هذا البيت، هذا البيت مع هذا البيت. هنا انا عندي انه هذا الانبوت مع الانبوت اللي بيقابله، او هذا يعني بالضبط مع الاوتبوت اللي بيقابله، تمام. طيب حقت هذه الشبكه، لا اله الا الله، حقت هذه الشبكه هذا سيكونس تو سيكونس، صح؟ طب هاي هذا باي دايركشنال، صح؟ بس لايش؟ سيكونس كلاسيفيكيشن، تمام. يبقى هذا اختصارا سيك تو سيك او سيكونس ليبلينج، وهي عباره عن سيكونس كلاسيفيكيشن. فبالتالي الاوتبوت انا عندي واحد بوزيتيف نيجاتيف توكسيك ولا نوت توكسيك زي هيك، تمام. يبقى زي ما انت شايف هي سيكونس كلاسيفيكيشن، وهذه باي دايركشنال للسيك سيكونس تو سيكونس، انه سيك تو سيك اختصارا برضو بسموها سيك تو سيك. نعم نعم. طيب هاي احنا صرحنا انه كيف انا بدي اختار عدد الهيدن لاير بالاضافه لو انا بستخدم ستاك، هذا موضوع ثاني. بس مفهوم الهيدن، مفهوم الار ان ان، انه الهيدن لاير نفسه انه يكون في ريكرنسي في الكونكشن، قديش عددهم، هذا باراميتر ثاني بدك تعمل له اوبتمايزيشن. يعني بدخل بموضوع الاوبتمايزيشن انه من حسب ولا هذيك المعادلة اللي بتحسب فيها قديش السايز تبع الهيدن نيورونز اكسبيرمنتالي، يعني في شيء ماثيماتيكالي بروفت انه هذا البيست. لا بيجرب بالضبط انت. فايش الابروتش انه انت تعمل؟ بتروح تعمل وحده سمول، وحده ميديوم، وحده لارج، ثلاثه بتاع هذا الاسلوب المتبع في الليتريتشر، تمام. هاجيت بتروح بتشوف البرفورمانس تبع كل واحدة، ساعتها بتقدر تاخد قرار انه في اي اتجاه تمشي. انه انت ممكن تمشي باتجاه انه تلاقي الميديوم واللارج انه اداهم سيء، فبالتالي لا بتبدأ تكبر شوية في السمول، بتروح تمسك السمول وبتبدأ تكبر فيها شوية شوية. ممكن تلاقي انه السمول واللارج اداهم سيء وافضل اشي الميديوم، فساعتها ممكن تبدأ في الميديوم تتحرك يمين وشمال، تزود وتنقص. هاي الابروتش المتبع. لكن هل في وصفة او رقم سحري اقول لك لقديش السايز تبع النيورال نتورك؟ لا،
النيورال نتورك بلاك بوكس ما فيش. الاوتبوت تبع الهيدن لاير السابقه بيدخل كانبوت للكرنت هيدن ستيت اخر هيدن لاير. لو الاوتبوت تبع الهيدن لاير ما اتش 2 او اتش 1 انه بتاخذ انبوت من الهيدن ستيت السابقه. وهذا ما انت كيف بدك تحفظ السياق انه انت عندك هنا بدك تطلع واي 2 بس واي 2 بتعتمد على السياق اللي قبليه فعشان هيك انه بدي اخذ الهيدن ستيت كانبوت يبقى الاتش 2 تاخذ انبوت من اتش 1 والانبوت الحالي اكس 2 عشان انه تحدد كيف شكل الواي 2. طيب خلينا احنا نتوقف هنا بريك يعني ما تفرحش كتير يعني تمام. وهنا انه في هاي الجزئية اللي هي الاستيام والجياريو يعني لسه الشغل جاي يعني تمام ان شاء الله بوعدك انه احنا نروح قبل الفجر ان شاء الله. طيب الآن بدنا نشوف موضوع managing context in R analysis اللي هو الاستيام باستخدام الاستيام والجياريو. في الحقيقة مع إنه إحنا في recurrent neural network بناخد بعين الاعتبار الكونتكست إلا إنه ما زال في قصور إنه ال RNN تقدر إنه هي تتعرف على أو إنه تستخدم معلومات distant من الـ current point of processing تمام؟ فهذه مع إنه يعني في recurrency وفي إنه information على previous state وحتى الـ previous من الـ previous ولكن إنه هذه بتضلها إنه هي محدودة في حال إنه لما يكون في عندي distant information معلومات بعيدة من الـ current point of processing بيصير من الصعب انه هي تقدر انه تتعامل معها او تستغلها. مثال على هذا الكلام خلينا نشوف هذا الاكزامبل اللي هو اللي احنا شفناه يعني سابقا في هذه المحاضرة انه الفلايتس ذا ايرلاين في ممكن يضيفوا ذات ذا ايرلاين بس برضو ممكن تستخدمها مباشرة ذا ايرلاين واز كانسلينج وير فول. في الحقيقة لو بدك تستخدم الاوتو ريجريسيف عشان انه انت تعمل prediction للكلمة كلمة was اللي بعد الايرلاين هذه شغلة straight تمام لانه هذه singular وهذه singular فبالتالي انه most probable انه او likelihood انه تقدر تعمل prediction لل was بعد الايرلاين انه شغلة straight يعني ما فيش فيها ادنى صعوبة. ولكن however انه انت تقدر تعمل prediction للوير في غاية الصعوبة. ليش؟ لانه يعني الانفورميشن متعلقة فيها distant بعيدة ليه وين flight شايف قديش بعيدة تمام؟ فهذا بيصعب الموضوع لازم يكون في عنده memory انه يقدر من خلالها انه انه يتعامل مع اللونج سيكونس. طيب ايش الصعوبة هذه من وين بتيجي؟ الصعوبة بتيجي انه ال RNN الهيدن ستيتس او الهيدن لايرز اللي موجودة فيها مطالب منها انه هي تعمل شغلتين بشكل متزامن. ايش هي؟ انه الويت اللي بتعمل ديتيرمين لل
الفاليو تبعت الهيدن لاير تمام، بالإضافة ل انفورميشن تبعت البريفيوس ستيت، انه هدول التنتين انه مطلوب من الهيدن لايرز انه يعملها بشكل متزامن. فبالتالي انه بروفايد انفورميشن يوسفل انفورميشن على الكرنت ديسيجن، واعمل ابديت كارينج فورورد انفورميشن للفيوتشر ديسيجن، هدول الشغلتين انه بيسويهم بشكل متزامن. فهو لاقي شويه صعوبه انه يوفق بين هدول الشغلتين، هاي الصعوبه اللي بتيجي تمام. بمعنى آخر بشكل مبسط، لو رجعنا هنا عند بلوك مفصل للآر أن عن هنا، إنه على سبيل المثال إنه أتش 2 مطلوب منه يدي الواي معلومات عن الكرنت ستيت، وبرضه في نفس الوقت شايف هاي السهم زي هيك، إنه برضه مطلوب منه إنه يدي معلومات لمين؟ للستيت اللي وراه، انه شايف انه السهم زي هيك انه رايح هدف الباك في الباك في الباك بروبوجيشن. ممكن نشوف الرسمه هذه. الاتش 2 مطلوب منه يدي معلومات للواي اللي هو الكرنت ستيت، وبرضه مطلوب منه يدي معلومات للفيوتشر بالضبط. فبالتالي هدول الشغلتين مش قادر يوفق بيناتهم، لانه انت بتستخدم نفس الويت، انه انت في عندك ويت هنا وويت هنا تمام، انه مش قادر يوفق بين هدول الانبوتس انه يقدر انه هو يتعلم هاي الشغلة. هذه الصعوبة الاولى. الصعوبة الثانية الصعوبة الثانية ناتجة انه في الباك بروبوجيشن في الباك بروبوجيت في الباس تبعت بعمل فيها باك بروبوجيشن نفس الإشكالية تمام. وهذا بيعطيني بيؤدي لشغلة اسمها الفانيشينج جريديانت بروبلم. ايش هي الفانيشينج جريديانت؟ انه الفريكوينت ريزلت اوف ذس بروسيس الجريديانتس ايفنتشولي driven to zero. ليش؟ لأنه الهيدن لايرز خاضعة ل repeated multiplication متكرر ومتزايد تمام. أنت أضرب أرقام عشرية في بعض إيش بتصير؟ بالضبط. أضرب كمان في النهاية بالضبط يتلاشى vanishing gradient. عشان نعمل ادرس لهذه الاشيو مور كومبلكس نتورك اركيتكتشر، احنا بنحكي هنا في نتورك اركيتكتشر يا جماعه ار ان ان برضه تمام، بس بدنا نصممها بطريقه انه بتقدر تعمل مانج للريليفنت كونتكست اوفر تايم تمام. بمعنى اخر انه النتورك هذه محتاجه تتعلم انه تعمل فورجيت لانفورميشن بطلنا بحاجة لإلها تمام، وتعمل remember information required للfuture decision تمام. كمان مرة مطلوب منا انه في الاركيتكتشر هذه المور كومبلكس عن الارانانا العادية انه نعمل manage لا المعلومات اللي محتاجين ان احنا نفقدها او نعملها فورجيت ننساها تمام، لانه احنا بطلنا بحاجه لها، ونخلي المعلومات اللي انا محتاجها في الديسيجن لسه جايه عندي تمام. فعشان هيك هذه الاركيتكتشر اسمها لونج شورت تيرم ميموري. فعليا انت بتحدد المعلومات اللي حتفحص يعني حتحتاجها على المدى البعيد على يعني انه في الفيوتشر، وتعمل فورجيت للمعلومات اللي انت بدك انه يعني مش محتاجها حاليا. فعليا هذه الشبكة او النتورك ظهرت تقريبا في 97 شايف وقتش، بس فعليا ما اخدتش الا مش مهتموا فيها، لانه فعليا النتورك هذه معقدة وتحتاج لكمبيوتيشنال باور عالية. بعد 2010 صار في امكانية ان احنا نرجع نستخدم هدول النتورك
وفعليا يعني انه بتقدر تقول انه يعني كانت منسيه نوعا ما لغايه ما ورقه علميه انه جابت نتائج مذهله باستخدام الديب نتورك، وكانت مستخدمه على الصور تحديدا السي ان ان. سي ان ان انت في عندك ار ان ان ريكورنت نيورال نتورك وسي ان ان. سي ان ان مش هنحكي عليها في هذا الكورس خارج السكوب تبع الكورس تبعنا، يعني هي بتتعامل مع الصور، ولو انه احنا ممكن نستخدمها او نستعين فيها في الايمج كابشنينج، انه انت عندك الانبوت بيكون عباره عن صوره والاوتبوت عباره عن سيكونس اللي هو وصف كابشن لهي الصوره. انه انت عندك مثلا صوره انه راجل واقف جنب الشجره، فبالتالي انه بتروح بتعمل جنريت لوصف لها. لو كانت الاول بتاخد 3D او ثلاثة تشانلز، مش ثلاثة 3D، لا ثلاثة قنوات. لكن لو كانت عادية 2D اقل لا انت عندك فيش يعني 2D، انت عندك يا 1 channel يا 3 channels. بتكون 1 لو كانت عادية، يعني يا ما بتكون انه حدية اللون او انه بتدرج رمادي، فبالتالي انت عندك يا اما ثلاث انوان RGB ما فيش لونين. تمام بالضبط. ففعليا هذه النتورك كانت موجودة في نهاية التسعينات، ويمكن انه صار في انه جذبت الانتباه بعد انه صار في عندي كومبيوتيشنال باور عالية بالجي بي يو، صرنا انه نقدر انه احنا نستخدمها في تاسك كتيرة. تمام. طيب هو الالاسيام كيف بتشتغل؟ انه كيف عملت مانج للبروبلم، قسمتها لتوصب بروبلم ببساطة: remove information no longer needed from the context. أنا عندي sequence معين، context معين، بروح بشيل المعلومات الغير اللي أنا مش محتاجها، and adding information likely to be needed for later decision making. يعني هذا السياق: the forget ولا keep في الكونتكست، في الهيدن ستيت forget مش هحتاجها كتير، فلايت لايكلي انه انا هحتاجها، وهكذا بالضبط. تمام. طيب هجت هذه المعلومات كيف احنا بنعملها كيب، او كيف بنحتفظ فيها، كيف بنعملها بريزيرف؟ من خلال حاجه اسمها الجيت. ايش هي الجيت؟ هي عباره عن نيورون خاص بيقدر يحتفظ بالمعلومه. تمام. مش زي الاكتيفيشن نيورون انه انت عندك حاصل ضرب الانبوت مع الويتس وبتعمل له اكتيفيشن. لا لا، هي في حد ذاتها عباره عن جيت. هيا شايفه. ما فيش رسمه واضحه لها هنا، بس هنا في عندي في الشيت هاي. هذه عبارة عن RNN unit. هذه ال hidden state جواتها إيش ضفنا فيها؟ ضفنا فيها أربعة gates. هيا جي واحد، جي اثنين، ويبقى هذه جي ار. عفوا، هاي هذه الاستيام كيف شكل السيل فيها. تمام. وهذه الاركيتكشر الثانية اللي هي الجي ار يو. تمام. هنا كيف شكلهم؟ هذه فيها 2 جيتس الجي ار يو، اما الالاستيام فيها 4 جيتس، هاي وهاي وهاي وهاي. هلقيت حنشوف ايش هم اللي هو الاف واليو والار والاو. تمام.
هدول تفاصيلهم ايش هم؟ هاي هم هنا اللي هم عبارة عن الفورجيت جيت والاد جيت والاوتبوت جيت. تمام؟ هدول هاي انا عندي الاف بالاضافة للاف، يبقى هاي الاف والجي، نرجع هنا للرسمة، الجي لا مش موجودة، ف انا عندي الاو واليو وين؟ هلا لا هذه للجي ار يو. طيب ثواني بس، هاي مسمياتهم، الابديت جيت يو، الريليفانس والفورجيت اف والاوتبوت او. انا ايش في عندي هنا؟ هذه الاد جيت اللي هي الابديت، تمام، اللي هي انا عندي هنا عبارة عن الجي، تمام، يبقى الاف والاي والاو والجي كذلك، بس هنا المسميات مختلفة، فبالتالي هاي اربعة، الاف والجي والاي والجي عفوا والاو، تمام. يبقى هذه هي الاركيتكشر. هاي الفورجيت جيت ايش البيربوس؟ انه البيربوس تبعها انه تعمل ديليت للانفورميشن اللي بطلنا بحاجه لها، فبالتالي بتفتح هذا الجيت تتسرب المعلومات، تمام. اما الاد جيت، تمام، يبقى هي بتحدد المعلومات اللي بدها تضيفها للكرنت كونتكست، تمام. والاوتبوت جيت هي اللي بتتحكم في الاوتبوت تبع المعلومات اللي الناتجه، تمام، طبعا بعد ما انه انا اعملها كومباينيشن، تمام. يبقى هي اللي بتحدد، هي اللي بتعمل ديسايد للانفورميشن اللي احنا بحاجه لإلها في هيدن ستيت معينه. بمعنى اخر انه في الواز هنا، هل انا محتاج لمعلومات من البريفيوس كونتكست او انه ديستنت انه من اللونج ميموري؟ لا، انا عندي ايرلاين واز، فبالتالي انه هذه الشغله ستريت. اما هنا في الوير محتاج، فبالتالي بفعل الاوتبوت، تمام يا جماعه. طيب نيجي للاركيتكتشر الثانيه، اللي هي الجي ار يو، جيتد ريكورنت يونتس. انت كل واحدة بتديها ويتس، فبالتالي انت فعليا انت بتضيف عمالك باراميتر اضافية، وبتضيف ليش احنا سميناها كومبلكس نتورك؟ انه انت بتضيف لها ويت ماتريكس، تمام، مش هديك انه احنا اليو والفي هذه انه احنا ضفناها كويت ماتريكس لكل واحده، تمام. هاجد انت عندك للهيدن ستيتس او للجيتس هذه برضو بتضيف ويتس، انت عندك هاي، انت عندك هذه الدبليو، كنا نشتغل اول قبل بس دبليو،
ضفنا اليو للهيدن ستيت هيو زي ما انت شايف، والفي بين الاتش والواي. فانا جوا هنا في الهيدن ستيت راح كل جيت اعطيها ويت ماتريكس، ومن خلال التريننج بتتعلم انه هي يعني مره يعني مره بتجرب انه مره افتح الاوتبوت مره سكر الاوتبوت راندوم ويتس. فبالتالي انه كل مره انه بتعمل ادجستمنت 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 ابديت للويت لغايه لما تقلل الايرور. تمام. طيب ايش المشكله الان في الالاستيام؟ المشكله في الالاستيام فعليا انا عندي صار باراميترز كثيره وزاد التعقيد بشكل كبير. تمام. فبالتالي بالاضافه ل 8 سيت اوف ويتس اللي هي اليو والدبليو والفي، بالاضافه لاربعه جيتس لكل يونت في كل يونت عفوا، محتاجين انه احنا نعمل ابديت لهدول الويتس تبعت الباراميتر هاي. تمام. فصار في اقتراح انه ممكن يكون في عندي سيمبل ريكرنت يونت تحتوي فقط على تو جيت. ايش هما الجيتس هذه؟ اللي هي الريست جيت والابديت جيت، الار والزي. ولو طلعت انت عندك على الشيت هنا هاي كل الجيتس، كل انواع الجيتس هذه بقول لك انه موجوده في الجي ار يو والالاستيام. جي ار يو والالاستيام هذه الالاستيام بس، الالاستيام بس. فبالتالي في الالاستيام فعليا في عندي اربع جيتس، بينما في الجي ار يو في عندي فقط تو جيتس. تمام. فبالتالي هي ليس كومبلكس. وتعال تطلع على البلوك تبعها، فعليا هي عباره عن تو جيتس وهنا أربعة، أما هنا فقط تنتين اللي هي الريست والأبديت. هاي الأبديت هنا مسميها ريليفنس، لكن يعني هناك في الكتاب مسميها ريست. تمام. هاي المعادلات تبعتهم البراميترز كيف إنه هي. فبالتالي هي فعليا انه انت ممكن تحسب لها gradient، فبالتالي ممكن تعملها optimization بهذا الشكل. كيف؟ البرفورمانس كومبارابل يعني كنتيجة انه فعليا انت في تاسك ممكن الجي ار يو تتفوق على الالاستيام، وفي تاسك العكس. لكن فعليا انت لما تيجي تدرب الاستيام نتورك يعني بتاخد تايم كونسومينج، حتى مع الجي بي يو تايم يعني بتاخد وقت كتير طويل بسبب التعقيد اللي فيها. لكن جي ار يو اسرع بكتير بكتير. تمام. مش كتير يعني النوتيشن، انه انت بس انه انت يعني تكون عارف انه احنا في عنا تو جيت. طيب طيب نلخص هذول اليونتس. احنا لغايه الان احنا ايش في عنا؟ انا عندي في الرسمه الاولى A هاي اكتيفيشن فانكشن، G اكتيفيشن. خلي بالك دائما الجي الرمز هذا G اكتيفيشن. تمام. هاجيت هنا هاي يبقى A فيد فورورد، B ريكرنت. تمام. سي الاستيام،
ودي جي ار يو. فبالتالي بدنا نصير نستخدم البيلدين بلوك هدول، وهذا البيلدين بيلدينج بلوك كيف شكله من جوا، هاي تفاصيله زي هيك. خلاص بتحط لي هيك يونت انه هذه جي ار يو، ما فيش داعي انت ترسم تفاصيل. بدنا نرجع لموضوع البلوكس، تمام؟ ونرجع لموضوع الطوب. افهمهم، نفس الجواب نفس الجواب. اجيب لك اوبن بوك اكزام؟ هو شوف امتحانات الاوبن بوك بتنحلش، عشان هيك بدي لك البوك. وانت حتصير تقلب هيك يعني حتزهق. هاي الشرح تبعهم هنا، ان انا عندي الـ A والـ B والـ C طيب نيجي للآخر نقطة في هذا الباب اللي هي words, subwords and characters. لغاية الآن احنا كنا نتعامل مع الـ input sequence انه هو عبارة عن word based embedding، تمام؟ هاجيت يعني انه احنا كنا نتعامل مع words، كنا نتعامل مع word embedding. في الحقيقة المشكلة في هذا الأسلوب عدة مشاكل. أول مشكلة إنه لبعض اللغات، في بعض اللغات إنه الليكسيكون ممكن يكون إنه too large، فبالتالي هذا بسبب أنا عندي إشكالية، لأنه كل possible word لازم إنه أنت تحطها أنت عندك كإنبوت، فبالتالي النتورك حتكون انا عندي كبيره. نعم. المشكله الثانيه انه حتى لو انت عملت الليكسيكون انت عندك لارج بشكل كبير، الا ما يكون في عندك حاجه اسمها اوت اوف فوكابولري اللي مرت علينا سابقا، تمام؟ وي ويل اولويز انكاونتر انون ووردز انون، تمام؟ اوت اوف فوكابولري. العيب الثالث morphological information. في الword level بيكون في عندك محدودية في التعامل مع المورفولوجي حسب الكلمات اللي موجودة انت عندك في الكورنس. طبعا البدائل لهاي الاشكاليات كلها انه احنا نستخدم character level بدل word level، فبالتالي انا عندي بيكون السيكونس هو عبارة عن sequence of characters وليس sequence of words. فبالتالي هنا قديش انا الانبوت انا بصير عندي محدود قديش؟ على حسب الالفابت، حسب كل لغه حسب الالفابت. بدل ما يكون في عندك 30,000 او 10,000 حسب انت عندك عدد الكلمات في الفوكابلري، انت بتصير عندك محدوده ل 28، او لو بدك تضيف معاهم البنكشويشنز والعلامات الترقيم وعلامات الاستفهام وكل هاي الاشياء والحركات حتى لو بدك تضيفها بالعربي، فبالتالي ممكن توصل انت عندك 100 65 70 80، بعرفش يعني، بس انه بضل انه نمبر كتير قليل بالمقارنة مع الورد ليفل، تمام؟ كيف؟ صحيح، ولكن الامبيدنج انت بتشتغل فيه على الورد ليفل، فبالتالي هو بروح بربط الكلمات اللي ريليتد مع بعض. ما هو ممكن يكون في عندك امبيدنج للكاركترز برضو،
بس انه الربط الربط هنا لا هنا 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 انت فعليا بتتعاملش مع بتتعاملش مع بالضبط انت بتتعامل مع انه سيكونس اوف كاركتر بالضبط بالضبط هو طريقه مختلفه في التعامل انه حتحل يعني حتحل لك الدرو باكس تبعت الورد ليفل كلها تمام فبالتالي الالترناتيف انا عندي انه انت تستخدم الكاركتر ليفل فبالتالي هنا اعمل اجنور للوردز واستخدم الكاركتر سيكونس از انبوت او ممكن يكون في عندك سب ووردز يونت تمام او في عندك خيار تاني انه انت تستخدم انه مورفولوجيكال اناليسيس ممكن انه هو يعمل ديرايف للسيكونس بشكل انه افضل خليني اشرح لك هذول النقاط بهذا الشكل بس هنا خلينا اوضح لك الكلام هنا في الرسمة فبالتالي انت عندك الانبوت فبتصير انت تتعامل معاه ككاركتر ليفل تمام فبالتالي انت عندك جانيت فبتصير جي اي ان اي تي ويل دبليو اي ال ال بهذا الشكل تمام حكيت ايش المقصود انه انت تستخدم مورفولوجيكال اناليسيس انه نعمل ديرايف لينغويستيكالي موتيفيتد انبوت سيكونس بمعنى انه انت على سبيل المثال انه هذا اسمها انه انت تعمل اكسباند برضو للكوربوس يعني على سبيل المثال احمد يذهب الى الملعب فبالتالي اذا انت حددت هذه عبارة عن proper name فبالتالي ممكن استبدالها بمجموعة proper names فبالتالي ممكن انت تولف من هاي الجملة عشرات الجمل وتحط بدل احمد تحط حسن وعلي وسليمان تمام بهذا الشكل ونفس الشيء انه انت عندك هنا verb فبتروح تستبدل برضو verbs برضو ممكن انه هي تتناسب مع السياق هذا كله هاي المقصود انه تستخدم المورفولوجي انه مورفولوجي مورفولوجيكال انالايزر متقدم بحيث انه هو تستخدمه انه يعمل لك اكسباند للكوربوس او للانبوت سيكونس بهذا الشكل لا لا انا بحكي بشكل عام سواء كان جينيريشن ما هو الجينيريشن انت ممكن تستخدم فيه بدل وورد ليفل كاركتر ليفل وتطبق مفهوم الشانون انه انت بتعمل انبوت اوف يعني سيكونس اوف كاركتر عشان تعمل بريدكت للنيكست كاركتر والنيكست كاركتر برضو تدخله في الانبوت عشان تعمل للي بعده وهكذا تمام واضح كيف التعامل مع الكاركتر ليفل شايف هدول البيلدينج بلوكس هذا برضو هنا بستخدم فيه embedding للكاركترز تمام شايف طبقة البروجيكشن هنا للإمبيدينج انت عندك كيف بهذا الشكل شايف اكم الاستيام عندك وفي الاخير انت بتعمل concatenation للاوتبوت كاركتر عشان يطلعوا لك كلمة معينة وهذا كاركتر ليفل وورد إمبيدينج تمام فبالتالي فعليا احنا اللي حناخده اللانجوج موديل اللي حناخده انه كاركتر بيست تكست جينيريشن انه على مستوى الكاركترز وليس على مستوى الكلمات هيك تقريبا بنكون خلصنا الار ان ان تمام وبدنا نحكي في الانكودر والديكودر مفهوم الانكودر والديكودر بسيط بس خليني اسجل لك اياه في فيديو منفصل عشان